أو أي هدف آخر يبعدنا عن آلام السوريين. تقدمنا في الجولة الماضية بورقة عملية مهنية. هذه الورقة تم نشرها أمس على الصحافة، فيها آليات ومعايير وضوابط ومحددات لعملية وقف إطلاق النار والمراقبة ومن ثم المحاسبة لذلك. قمنا اليوم في هذه الجولة الجديدة برفقة الزملاء في اللجنة التقنية بمفاوضات شاقة امتدت حوالي 4 ساعات مع الجانب الروسي. سردنا فيها كل آلام السوريين، بدءا من الكلام على القصف الذي جرى عبر الطائرات المروحية في منطقة الهبيط بإدلب، وكما شاهدتم الصور التي بثت على الإعلام، إلى درعا وما جرى فيها من قصف متكرر ومجازر، إلى الغوطة الشرقية والتي استمرت فيها عشرات الاقتحامات في بإصرار من قبل النظام وحلفائه من الميليشيات الإرهابية الشيعية التي أتت بدعم إيراني سخي لتكريس عملية استبدال هذا الشعب، وهي جريمة تفوق جريمة الحرب وفوق جريمة الإبادة، أن تخرج الناس من ديارهم بغير حق وتستبدلهم بآخرين أجانب أتوا من خارج الحدود ليقطنوا في وادي بردة وداريا وحمص والغوطة والقابون كما هو مهدد، وجنوب دمشق وريف إدلب وريف الساحل وريف حلب. كل هذا تكلمنا عنه، تكلمنا عن الخروقات التي بلغت المئات بشكل موسع، تكلمنا عن آليات للإفراج عن المعتقلين، واتفقنا أن نستكمل هذه الآليات والتفاوض عليها في أنقرة لوضع آلية محددة لتنظيف السجون من المعتقلين. تكلمنا عن أيضا آليات لوضع مراقبة لوقف إطلاق النار، وقد تكلم الروس عن ورقة مختصرة جوابا على ورقتنا التي تقدمنا بها، فقلنا لهم أنه لا يمكن أن نبقى على هذه الحالة، أن يتم تبادل تقديم الأوراق والمذكرات، وإنما يجب المصير إلى مناقشة الأمور في الآليات فقرة فقرة وبندا بندا، وأن هذا الأمر يحتاج إلى وقت عاجل وسريع، وأنه سيتم استكماله في أنقرة أيضا بعد أيام قليلة. أكدنا حرصنا على إيجاد حل عادل ووقف إطلاق يبدأ بوقف إطلاق النار، وأكدنا أيضا أن الدور الإيراني في سوريا مرفوض بتاتا جملة وتفصيلا، وأن إيران غير مقبول منها أن ترسل الميليشيات إلى أهالي الغوطة لقتالهم،
كما في حركة الحسين التي تقاتل في جبهة حوش نصري في جبهة الشرقية للغوطة الشرقية، وحزب الله اللبناني وحزب الله العراقي وهلم جرى من الأسماء الطائفية. أكدنا أيضا على إنشاء لجنة يكون فيها الأتراك وروسيا، وأن يكون هناك دور كبير جدا للمجموعة العربية في هذه اللجنة، وتكون هذه المجموعة العربية مكونة من السعودية والأردن وقطر والإمارات، مع عدم قبولنا للدور الإيراني، ولم يتم اتفاق بهذا الخصوص. وما نشر بأنه تم الاتفاق من تشكيل لجنة حول آليات المراقبة بين روسيا وتركيا وإيران غير دقيق. تكلمنا أيضا حول الضغط الهائل الذي يمارس على بعض المناطق في ريف حمص، ولا سيما حي الوعر من مدينة حمص والغوطة الشرقية ودرعا، وتلقينا تعهدا روسيا بالوقف الفوري للقصف في مناطق التابعة للفصائل أو التابعة للمعارضة. وكانت كازاخستان شاهدة على هذا التعهد. طالبنا أيضا برجوع المناطق التي تم تسليمها للنظام من قوات البيدي، لا سيما تل رفعت ومطار منغ وما حولها من المناطق. أكد لنا الروس بأنهم سيرسلون لنا جدول أعمال لفك الحصار عن الغوطة الشرقية ووضع آليات لهذا الأمر، وأن هذه الأجندة قريبا ستصلنا مع عبر الضامن التركي. رفضنا مبدأ الذي تقوم عليه قاعدة حميميم الروسية أو التابعة للروس في سوريا حول استخدام مصطلح المصالحة، واعتبرنا أن ذلك يعتبر إهانة للشعب السوري، وأن المصالحة تعني عودة الذل والعبودية والاستسلام، وإنما يصار إلى مصطلح الحل السياسي العادل في سوريا. أكدنا أيضا وشرحنا بالتفصيل ما يجري من انتهاكات للبيدي في منطقة الجزيرة العربية في الحسكة وما حولها. توافق معنا الروس حول كل هذه النقاط التي ذكرتها لكم، وقالوا بالنسبة للسجون طرحوا أن يكون هناك اختبار أو آلية سريعة لوضع آلية للإفراج عن المعتقلين. عندما تكلمنا المرة الماضية عن 13,000 امرأة موجودة ومعتقلة لدى النظام، أتونا بخبر من النظام بأن هذا العدد غير موجود لدى النظام في سجونه ومعتقلاته، وقالوا أن لدى المعارضة 15,000 مختطف. قال له الروس زودنا بقائمة بأسماء هؤلاء، شيء طبيعي، النظام ليس لديه هذه القائمة ولم يزود حلفائه بها لأنه في الأصل غير موجودين، هذا العدد غير موجود.
وقدمنا له اسم من المرة الماضية، اسم طبيبة اعتقلت هي وبناتها الستة، فكان جواب النظام للروس أن هذه المرأة وبناتها غير موجودات لدى النظام في سجونه، أو لدى سوريا، غير موجود هذا الاسم في سوريا كلها، وهذه شخصية وهمية كما قال. وهذا الكلام ليس غريبا على النظام، أن يعتبر الشعب السوري كله شعب وهمي، إلا من يؤدي فريضة العبادة له. لذلك اقترح الروس علينا أن نقدم 100 اسم من المعتقلين ليتم الإفراج عنهم، طبعا أمام عشرات الآلاف نقدم 100 فقط، يعني إجراء غير منطقي، لكن سنعمل على دراسته والرد عليه بشكل رسمي للإفراج عن جميع المعتقلين. طالبونا بالإفراج عن المختطفين كما يقولون في الغوطة الشرقية وغيرها لدى فصائل الثورة، فقلنا لهم أننا في العام الماضي عندما دخلت قافلة الأمم المتحدة إلى الغوطة الشرقية أرسلنا مع القافلة امرأة، وقلنا هذه بدون لا تفاوض ولا مبادلة ولا شيء، أخرجوها معكم إلى النظام، وهي من الطائفة التي ينتمي لها بشار الأسد، فأرجعها النظام، ومكتب الأمم المتحدة في دمشق يشهد على هذه الحادثة ولم يقبل أن يدخلها إلى دمشق. فاوضنا عدة مرات بأن يأخذ هؤلاء الموجودين لدى الغوطة الشرقية، أن يقبلهم ويرجعهم إلى أهلهم، فرفض وقال بالحرف الواحد: بلوهم واشربوا ميتهم. عسى أن نجد في الأيام القادمة شيئا من التفاعل والإيجابية من الضامن الروسي، وأن لا يكتفي بالوعود لتحقيق فرص وقف إطلاق النار وإيجاد السلام في سوريا. وشكرا لكم. شكرا أستاذ محمد. Now Mr. يحيى العريضي who will talk in English for the foreign or West media. طبعا أنا أريد أن أذكر بأن متحدثنا الأبرز اليوم كان خلال المفاوضات هذا الطفل الجميل من بلدة الهبيط الذي خسر قدميه من خلال قصف بالبراميل المتفجرة على بلدة الهبيط في ريف إدلب الجنوبي. هذا الطفل الذي كان يناشد أباه أن يحمله بعد أن فقد قدميه هو كان متحدثنا ومفاوضنا وكبير المفاوضين الذي كان حاضراً لأجل أن يتكلم بصوت كل السوريين في هذا المحفل الدولي، لعل صوته يجد مجيب. مستر يحيى العريضي، تفضل. Good evening. Well, I'll be brief. سأكون مقتضبا، وأعرف أن هنالك ترجمة فورية، ورئيس الوفد وما قاله رئيس الوفد تم ترجمته إلى اللغة الإنجليزية وإلى لغات أخرى. ما نوقش اليوم هو التأكيد على وقف إطلاق النار والذي وقع في 30 ديسمبر من عام 2016، لكن تم استمرار الانتهاكات والخروقات، وهذا ما قاد إلى أستانا 2 حسب ما فهمنا. الانتهاكات كانت تتم على نحو يومي، وفي بعض الحالات لم يكن هنالك أي التزام على الإطلاق، والطرف
والطرف الذي كان يقوم بهذه الخروقات هو واضح تماما وهو النظام السوري، واليوم هنالك قصف في مناطق عدة من سوريا. السؤال الذي طرح هو لماذا الحاجة إلى أستانا في ظل وجود مفاوضات جنيف؟ الموضوع الرئيسي الذي نوقش هنا أو الذي يتم مناقشته هو التأكيدات والالتزامات المرتبطة بوقف إطلاق النار. نعم، هنالك مشاكل تواجهها الدول الضامنة، والأسباب واضحة جدا وبالنسبة إلينا على الأقل، وذلك لأن المعارضة التزمت بالكامل إزاء ما تم التوقيع عليه، لكن هناك أطراف أخرى لم تلتزم بما وقع عليه. نعم، حصلنا على بعض التعهدات من روسيا من خلال المفاوضات السابقة معهم، وهم وعدوا بأنه لن يكون عليك قصف جوي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، ونأمل أن يلتزموا بما تعهدوا به. أمر آخر هو أنه سيكون هناك لجنة متابعة تعنى برصد ومراقبة وقف إطلاق النار، وكذلك آلية خاصة بهذا الأمر. أما فيما يتعلق بالتحقق من سجون النظام، فالروس تأكدوا عن تشكيل لجان محددة تعنى بزيارة هذه السجون والإطلاع على ما يجري داخلها. سيكون هناك مزيد من المعلومات وستأتي في معرض الإجابة عن بعض الأسئلة التي تطرحونها. أريد أن أنوه إلى أنه يعني لم يتم الاتفاق إلى الآن على أي وثيقة بعد. نحن قدمنا وثيقة من جهتنا، والروس قدموا ورقة، اتفقنا على أن نتابع في أنقرة عملية المفاوضات حول هذه الوثيقة التي تتعلق بآليات وقف إطلاق النار، ثم بعد ذلك يعني مناقشة لجنة دولية لمراقبة أو لفتح السجون. تكلمنا مع الأمم المتحدة وأبدوا استعدادهم عبر اللجنة المختصة لهذا الأمر. الآن الأسئلة. طبعا بالنسبة للأسئلة نبدأ بالإعلام المحلي للدولة المضيفة كازاخستان، من ثم ننتقل إلى الأسئلة العربية والإنجليزية، لكن أرجو أن نبتعد عن المراهقات الإعلامية وأن تكون الأسئلة مختصرة. So the question is to the Kazakhstan media. إذن نعطي المجال لوسائل الإعلام الكازاخستانية فلها الأولوية في طرح الأسئلة. So أستاذ عمر تفضل. Здравствуйте. Только что глава правительственной делегации сказал о том, что вы не подписали коммюнике, но мы вот как бы не совсем поняли, о чем шла речь в этом коммюнике и с чем конкретно не согласна оппозиция. في الأصل لا يوجد بيان ختامي في هذه الجلسة. اكتفينا بكلمة جمهورية كازاخستان فقط، ونحن نريد أن نصل إلى إنجازات عملية على الأرض. هذا كان دأبنا في كل مراحل التي مرت معنا في التفاوض. نريد أن نصل إلى إنجاز عملي على الأرض، هذا الذي نبحث عنه. نحن عسكريين ونمثل الفصائل العسكرية، ونبحث عن نتائج شغل على الأرض، يعني بعيدا عن الطروحات الإعلامية، بعيدا عن بعض الخيالات خلينا نسميها. لذلك لم يكن هناك بيان ختامي لهذه الجولة. آه
هل يمكن القول أنكم أنتم كلجنة تمثل المعارضة السورية في هذا الاجتماع حققتم الهدف الذي جئتم من أجله إلى هذا الاجتماع؟ نحن حققنا بعض النتائج الإيجابية في هذا الاجتماع، أهمها على الإطلاق هو إعلان الجهة الروسية وقف القصف على المناطق المحررة، القصف الروسي، وحتى تعهدوا بإيقاف أشكال القصف الأخرى من الجهات الأخرى. وصلنا إلى يعني شبه اتفاق حول وضع آليات للسجون للمعتقلين داخل السجون، واستكمال المفاوضات حول آليات وقف إطلاق النار. هذه أعتقد ثلاث نتائج مهمة يهمها الشعب، وأيضا وعدنا بتقديم جدول عمل من قبل الروس لمناقشة احتياجات أهالي الغوطة الشرقية وفك الحصار عنهم، وعدنا منهم، وكان حاضر الجنرال أيغور وهو من قاعد مسؤول الأركان في قاعدة حميميم، وكانوا يسعوا إلى مثل هذا الأمر، ونحن تجاوبنا بشكل إيجابي أنه يعتبر هذا هدف لأهالينا في الغوطة الشرقية. تفضل أستاذ حسين. دكتور علوش، السؤال الأول، لماذا دائما يعني خصوصا اليوم حديثك دائما تتحدث بطريقة بلغة طائفية، يعني دائما تسمي هذا سني وهذا شيعي وهذا علوي وهذا درزي؟ والنقطة الثانية، تحدثت عن مناطق أنه تم تهجير أهلها ومن ثم جيء بأناس من الخارج، أمام هذا الملأ الإعلامي أنا أتحدى أن تسمي لنا منطقة تم إسكان أناس غير سوريين بداخل هذه المناطق، وتحدثت عن موضوع المختطفين، ألم يكن أنتم جيش الإسلام من وضعتم النساء في الأقفاص وجلتم بها في دوما قبل عدة أشهر؟ شكرا. أريد أن أوضح عدة قضايا ذكرها السائل. إذا كنت تبحث عن الحديث بشكل عليه أدوات التجميل بدون تسمية الأمور في مسمياتها الحقيقية، ف يعني تكون بعيدا عن الواقع. 35,000 على أقل تقدير بمسميات أسد الله الغالب، لواء الحسين ويالزف والفاطميون والزهراويون وما أعرف إيش من هذه الأسماء، هل هذه أسماء وطنية؟ وهي تقاتل إلى جانب الأسد، هذه ليست أسماء وطنية، وهي بعيدة عن الثقافة الوطنية في سوريا وعن ثقافة الشعب السوري، بعيدة كل البعد. وبالتالي نحن نضع الأمور في نصابها، ما أتينا بلغة طائفية ولم نتكلم إلا بلغة وطنية خالصة. نحن ندافع عن كل السوريين دون تمييز، نتبنى آلام السوريين دون تمييز، وهنا نتكلم باسم سوريين لا نتكلم باسم طائفة واحدة. ونحن لدينا في الهيئة العليا مكونات الشعب السوري كله، ما سعينا إلى تمييز بين طائفة وأخرى. أما من يجعل 9,000 ضابط من أصل 10,000 ضابط برتبة أمير فما فوق في الجيش ثم يقول عن نفسه أنه وطني، فهذا بعيد عن الوطنية. هذا واحد. الأمر الثاني، الحادثة التي ذكرتها عن جيش الإسلام ليست من جيش الإسلام، ولم يتبناها جيش الإسلام، ولم تنشر على جيش الإسلام. ويومها يود لو كنت تذكر أنه سقط بالصواريخ البالستية في مدينة دوما أكثر من 200 شهيد، 200 شهيد قتلتهم الصواريخ البالستية تبع بشار الأسد. يا ريت لو كنت تسأل عنهم، ما هي أسماءهم، ما مصيرهم، عدا عن مئات الجرحى الآخرين. حتى انتشرت صور الدماء تسيل في شوارع دوما مثل السيل. هذه حادثة يذكرها الإعلام جيدا. السؤال اللي بعده. تفضل أستاذ. طبعا هو تفضل.
باسل الحاج جاسم قناة العربية. كان هناك حديث عن ضمانات حصلتم عليها حتى أتيتم إلى أسطنة، إذا كان هذا الكلام صحيح ما هي الضمانات ومن هي الجهة التي قدمت لكم هذه الضمانات؟ شكرا. نحن بدأنا في اتفاقية، هذه الاتفاقية وقعت في 30 ديسمبر وفيها ضامنين، الضامن التركي والضامن الروسي، ثم انتقلت إلى مجلس الأمن وأصبحت قرار أو ملحق بقرار في مجلس الأمن. اليوم أيضا تلقينا قرارا روسيا بإيقاف القصف وتعهد. نحن نسعى إلى حق دماء السوريين سواء كان هناك ضمانات أو لم يكن، نسعى إلى رفع المعاناة عن السوريين سواء كان هناك ضمانات أو لم يكن، هذا هدفنا وشعارنا ونسعى إليه دون تخلي عن ثوابتنا. نعم، شكرا لقدومكم. نتمنى أنه يجمع. تفضل أستاذ. تفضل سيد علوش. سيد علوش، تحدثتم أن الدولة السورية طالبتكم ب 15,000 مختطف، ولكن قلتم أيضا إنه لا يوجد هذا العدد لديكم. ما هو العدد الموجود لديكم من المختطفين؟ أيضا تحدثتم عن قتلى وجرحى، وأنا القادم من سوريا شعرت بالتعاطف معكم، ولكن سؤالي، أنا القادم من سوريا ما صدقت إنه معقولة تتحدثون عن قتلى وجرحى وتتناسون ما يحدث في دمشق وفي حلب واللاذقية وطرطوس من قتل نساء واغتصاب نساء أطفال. عرضتم صورة، أنا أستطيع أن أعرض آلاف الصور الموجودة على موبايل، بل مئات الصور من قتل الأطفال وجرح الأطفال. السؤال، كم عدد المختطفين الموجودين لديكم؟ لا يوجد مختطفين في سوريا، عندنا لا يوجد مختطفين، كانوا في مناطق تم تحريرها ورفض نظام استلامهم، هذه كل ما في القصة. أما أسرى الحرب، نعم يوجد أسرى حرب، وهذا شأن عسكري يتم التفاوض به مباشرة ولا يقال عنه أي كلام في الإعلام. نعم، تفضل. روسيا اليوم. أستاذ محمد، بس سؤال، هل تم بحث اليوم موضوع الفصل بين المعارضة المعتدلة والتنظيمات المصنفة دوليا على قوائم الإرهاب؟ الجانب الأردني كان مشاركا، وبحسب مقررات لقاء فيينا الأردن معنية بتصنيف هذه القوائم. شكرا. الأردن حضرت كمراقب في هذه الجولة ولم تشارك في المحادثات التي جرت، وهذه قضية التي تسأل عنها هي موجودة بشكل منفصل بشكل طبيعي، يعني نحن بيننا وبين داعش هناك انفصال تام بين تلك المناطق، وداعش تساعد النظام في حصار حمص، ريف حمص الشمالي، وفي حصار الغوطة، وتقطع السبل والطرق وتحاول حتى الوصول إلى قريب من السويدة لإجراء الحصار على تلك المناطق. فإذا التمايز موجود، نعم، بذلك يكون يعني الأمر منتهي بالنسبة لنا. نعم. طيب، شكرا جزيلا لكم. وعدتو. Good evening, Ala Ibrahim, Syrian TV. First of all, I would like to ask you, Mr. Alouche said that actually ISIL is contributing to the efforts, the military efforts of the Syrian government, but 2 days ago, the Syrian Observatory for Human Rights quoted a commanding figure in the Euphrates Shield operation, in which he said that the Euphrates Shield operation to take Al-Bab city is bending on the gains made by the Syrian army to cut off the road to Dadif, and that this gain would allow, actually, the Euphrates Shield to take Al-Bab city. Are you coordinating or actually benefiting from the gains of the Syrian army? The second question, please, and thank you for your patience. The second question is, you came late to Astana. The talks were scheduled for yesterday, but you came today with the Turkish delegation. Also, in the previous session, you came late. Is there some kind of message you're trying to convey by coming late to this conversation? Are you not interested in this process? Thank you. مهتمين بهذه العملية والاجتماعات؟ بالنسبة لداعش، قلنا لكم أنه نحن في الجولة الماضية
ذكرت أمام الروس أننا لدينا وثائق وأدلة وإثباتات على تعاون نظام بشار الأسد مع داعش. خليني أكمل لك الجواب. فقال لنا الروس نعم هذا صحيح هذا موجود وتكفينا هذه الشهادة. تفضل دكتور. Well, let me answer the question concerning coming late. هناك سؤال يتعلق بالحضور متأخرين إلى أستانا. في الحقيقة الدعوة نفسها بشكل من الأشكال كانت غير واضحة من قبل من يدعوننا وخاصة ضامني الاجتماعات الروس لأنهم يعرفون أننا سوف نسألهم عن بعض الالتزامات التي قاموا بها تجاهنا لتأكيد وقف إطلاق نار حقيقي في سوريا، لكن ذلك أيا من ذلك لم يحدث إلى هذا الوقت. لذلك نحن وجدنا ذلك اليوم في اجتماعنا مع الروس أنهم لم يكن لديهم أجوبة لنا. وعدوا في 23 و24 من الاجتماع الأول في أستانا أنهم سيعطوننا أجوبة أو جوابا حول الوثيقة التي تقدمنا بها حول الآلية لمراقبة وقف إطلاق النار في 6 من هذا الشهر، وهذا الجواب لم يأتي، وكان علينا أن ننتظر وكان عليهم أن ينتظروا إلى الاجتماع الذي تم الإعلان عنه في 15 و16، وهو الذي يقام حاليا. لم نكن نريد أن نأتي، لكننا لم نكن نريد لشعبنا أو من يدعموننا أن يفرطوا في هذه الفرصة. كنتم سترون أن الجهة المسؤولة عن الانتهاكات وليست مهتمة بأن يكون هناك وقف إطلاق نار حقيقي في سوريا سوف يفرحون لعدم ظهورنا أو مجيئنا، وتلك الالتزامات التي بالرغم من أنها لم يتم تحقيقها فقد حرصنا على المجيء. هذا شيء. الشيء الثاني، اليوم بعد هذا النقاش الطويل مع الروس رئيس اللجنة الروسية كنت سأقول كان مقتنعا تماما بالتصريح الذي قمنا به، وذكر مثال سدنايا والأسرى وما يسمى دوليا بسجون لكنها قبور لمن ما يزال على قيد الحياة فيها، وهناك عشرات الآلاف من هؤلاء. وفي الوقت نفسه التزموا بكونهم لن يكون هناك هجمات جوية من قبل طائرات روسية. نعرف أن الروس لديهم مشكلة مع من يريد أن يضمنوهم ونفهم ذلك. إيران لم تنهي أو لم تكمل مشروعها في سوريا بالرغم من أنهم قد أصبحوا ضامنين إلى جانب الضامنين الأولين. ثم أن النظام السوري رفع شعارا منذ البداية قال إما أن أحكم سوريا أو أن أهدمها، وقد وضع استراتيجية وليسوا جاهزين ليكون هناك وقف إطلاق النار. لذلك كنا متأخرين، وهدفنا الأساسي هو تنفيذ وقف إطلاق النار وإنجاحه ليس فقط للمعارضة أو لجيش الإسلام وليس لبعض الجهات لكن لكل سوريين. الناس يطالبون
أو يسألون ما هذا الجحيم، ونحن نحاول أن نوقف ذلك الجحيم وتلك الكارثة التي تحصل في سوريا. شكرا جزيلا لكم. أمرين أود التنويه لهم. تقرير منظمة العفو الدولية الأخير تحت عنوان المسلخ البشري الصادر عن منظمة العفو الدولية أمنيستي، هذا أول أمر. الأمر الثاني قضية الميليشيات، المشكلة الرئيسية معها ليست مشكلة طائفية، بل المشكلة الرئيسية معها أنها أجنبية. لكم أن تتخيلوا أن عناصر أفغانية، عراقية، لبنانية، إيرانية عابرة للحدود تأتي لتقاتل في بلادكم دفاعاً عن الديمقراطية. آتون من دول معظمها يعيش تحت أنظمة استبداد وجاي يدافع عن الديمقراطية والمواطنة في سوريا. هذه قمة سخرية القدر، وهذه الميليشيات هذه مشكلتنا الرئيسية معها. وأعتقد أن الصحفيين أو الإعلاميين الذين يتجولون مع هذه الميليشيات وهم شهود على الكثير من المجازر التي ارتكبتها هذه الميليشيات، والذين أعتقد في يوم ما أمام المحاكم الدولية سيمثلون كشهود وكمحرضين على جرائم هذه الميليشيات، سيتذكرون بشكل جيد هذه الكلمات وهذه اللحظة. شكرا جزيلا لكم. Thank you everybody.